سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نفسية. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نفسية. وشك مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الجسر. نرجع منطل عليكم هالأسبوع بعد غياب الأسبوع الماضي بسبب انقطاع البرنامج عن الهواء وبسبب نقل مباشر لجنازة الملك السعودي الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين. نتقدم بالتعازي الحارة من جميع الأمة العربية والشعب السعودي بوفاة الملك عبد الله، وإن شاء الله استلام الملك الجديد تكون كمان بداية خير وبركة على الشعب السعودي والأمة العربية. ما بعرف لأي متى المطربين والفنانين العرب رح يضلوا يغنوا ويندبوا بأسى ويرثوا الشهداء، وخاصة شهداء الجيوش العربية يلي عم بتلاقي حتفة بيد الإجرام ويد الإرهاب. ما بعرف لأي متى رح نضلنا بشعبنا وببلداننا العربية نتأسف على اللي راحوا وراحت دماء هدر. ما بعرف لأي متى رح نضلنا نقول الله يرحم كل هالشهداء. لازم يصير في وقت نقول بدنا نزرع الفرحة ببلداننا العربية. مناسبة كتير قاسية ومناسبة كتير بشعة عم نحكي عنها الليلة، وأنا بقدم التعازي الحارة لجميع الشعب المصري باسمي وبمس بالخير محمد الخشاب، وطبعا تعزية الحارة لمحمد. مساء الخير. مساء الخير ريتا، مساء الخير السادة المشاهدين. يعني احنا كنا محضرين حلقة مختلفة خالص عن الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دي او عن الكلام اللي احنا بنقوله، ولكن لما باليد حيلة. يعني في يعني خليني الاول ابتدي بتعازية وتعازي اسرة برنامج الجسر وقناة ART امريكا، وطبعا اللي سبقنا في هذه التعازية وعزة بالنيابة عننا جميعا سعادة الشيخ صالح كامل، في الشعب تعازينا الشعب السعودي والأمة العربية في وفاة الملك عبد الله. وبنتمنى إن شاء الله أن الملك سلمان يكون خير ما أتت به المملكة العربية السعودية. الأحداث اللي حصلة حاليا دلوقتي في مصر، أنا ما بعتبرش أن دي مصر بس، أنا بعتبر دي يعني للدول العربية والعالم أجمع. لما بيحصل أي عمل جبان في أي مكان في العالم الدنيا بتتشال وبتتهد، والناس بتقف ومظاهرات ووقفات احتجاجية، والصحفيين في مصر والدول العربية وقفوا لما حصل أحداث في فرنسا. معرفش إيه اللي حصل، إحنا امبارح أكتر من 25 جندي وضابط بالجيش المصري غدرا بيقتلوا من عدو إحنا مش عارفين هو مين، ما نعرفش مين العدو، ما نعرفش إيه الأسلحة اللي بيستعملوها. الأعداء دول موجودين بيننا، بياكلوا وبيشربوا من الاكل اللي احنا بنشرب منه، من الاكل اللي احنا بناكله وبيشربوا من اللي احنا بنشربه، وايضا بيحتموا بالجيش المصري وبالشرطه المصريه اللي بيطعنوهم بعد كده، بيطعنوا الجيش والشرطه في ظهرهم. يعني احنا مش عايز اقول زهقنا من الكلام ده، ولكن صامدين، لان دي هو ده نصيبنا كعرب. ويمكن انا بتكلم مع ريتا قبل البرنامج بتقول لي محمد احنا متعودين على كده من سنين طويله في لبنان، ان بيبقى الحزن بيليه فرح والفرح بيليه حزن ومتتالي وفي نفس الوقت. يعني احنا ما نقدرش نسكت على الحزن او نفضل يعني نحزن الى الابد، ولا هنفرح على طول لان احنا اتكتب علينا الكلام ده. فانا طبعا بقدم يعني خالص تعزيه لأسر الشهداء اللي لا ذنب لهم.
بالنيابة برضو أيضا عن البرنامج وعن قناة الART وقنوات الART خالص التعزية الحرة من قلوبنا فعلا لأسر الشهداء اللي بنتمنى وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته. أيضا بنتمنى الشفاء العاجل للمصابين اللي احنا شفنا منهم، يعني في ناس بيقولوا احنا عايزين نتعالج بسرعة عشان نرجع تاني على الجبهة. للأسف بقى في جبهة، الجبهة دي يعني ملاش حدود، الجبهة دي في وسطنا. فيعني بتمنى ان الأمور يعني ان الناس اللي بتعمل الكلام ده تراجع نفسها، لان اللي بيعمل كده هو مش بيأذي رئيس ولا بيأذي وزير ولا ما بيأذيش الناس دي، هو بيأذي الغلابة اللي هو منهم يمكن، او اللي هو اهله او اصدقائه او حتى يعني انا مش عايز يعني الناس دي مش غير جديرين ان احنا نتكلم عليهم، هم لا يعني ما اقدرش اسميهم اكتر من يمكن لفظ جرذان، ده يمكن كتير عليهم جبنة محمد فعلا. يعني اللي ذكرته انه قلت بالفعل انه هيدي الحرب مش معروف بالفعل مين العدو. بعض المحللين السياسيين عم بيحكوا عن حرب عالمية ثالثة، ولكن بهالحرب مجهول العدو. يعني اليوم الجيش على سبيل المثال، يعني طبعا مثل ما تعرض الجيش المصري، ولكن الجيش اللبناني عم بيتعرض مرارا وتكرارا لعدوين ولهجمات من عدو بيعتبر انه هو بيمثل الإسلام، وهيدا تمثيل خاطئ، لأنه الجيش اللبناني يعني بأكثريته هو كمان من المسلمين، والضحايا اللي عم بتموت هن كمان مسلمين. إذا كنا عم نحكي عن حرب دينية، هذه ليست حرب دينية بالفعل، مش حرب دينية أبداً. إذا كنا عم نحكي عن حرب عقائدية، ما بعرف شو هي العقيدة اللي بتقول إنك تقتل خيك. ريتا، في مشروع حاليا في مشروع فعلا، احنا يعني انا متاكد ان في مشروع بزرع الشرذمي وزرع في مشروع في المنطقة، الخلل دي. بالمنطقة دي واللي بيقاوموا بيحاولوا ينتقموا منه. يمكن انت او الساده المشاهدين، طبيعه اللي هم مش مصريين ومعاش في مصر او ما راحش مصر ما يعرفش يمكن طبيعه الشعب المصري قوي. الشعب المصري او الجيش المصري هو من نسيج الشعب المصري، يمكن غير دول عربيه اخرى فيها طوائف وفيها جماعات مختلفه وعقائديا ودينيا وسياسيا بطريقه واضحه، ده مش موجود في مصر. في مصر الجيش المصري هو من نسيج فعلا الشعب المصري، كلهم مصريين، مفيش حكاية مسلم مسيحي دي مش موجودة، احنا سمعنا عنها قريب بس، ولكن عموما الجيش المصري هو مصري من نسيج الشعب المصري، وموجود ومن كل بيت، يعني كل بيت مصري في مجند، في ضابط، له أخ، له أب، له ابن في الجيش. الجيش ده عبارة عن جزء لا يتجزأ من الشعب المصري. الجيش ده مش طوائف ولا جماعات ولا يعني مش منقسم أبدا داخله، يعني مختلف فعلا، هي دي طبيعة الشعب المصري. فإنه يحصل حاجة زي كده، إحنا ده بيأكد لنا 100% إن في مشروع بينفذ، نجح في ليبيا، يمكن نجح في سوريا، نجح في العراق، وعايز يغزو مصر، لأن مصر لو غزا مصر غزا الدول العربية والمنطقة. محمد، إن شاء الله يعني ما تكون الحالة مثل ما أنت عم تذكر، وتبقى عين الشر بعيدة عن البلدين العربية اللي بعدها واقفة على إجريها، وبتمنى طبعا الخير. نحن طبعا فتحين باب الاتصالات لجميع المشاهدين، منحب نسمع منكم أراءكم بالمواضيع الكافة. لحظات مننتقل مع فاصل إعلاني ومنرجع منكفي البرنامج مع فقرة الأخبار.